تضيف اولا الاحصاءات من عام 2020 اللي نشرتها احد الصحف اليوميه وتم تناقلها وتداولها في وسائل الاعلام. اولا هذه الاحصائيه طبعا تمت بعد كورونا، وتعرف اثناء الجائحه المحاكم توقفت عن استقبال الحالات وكثير من القضايا اوقفت، لم يكن المحاكمه عن بعد فعلت ذاك الوقت، وبالتالي عندما تم فتح المجال بعد الحمد لله زوال الجائحه يعني كثرت الاعداد في المحاكم في النظر في القضايا الاحوال الشخصيه، بدات محاكم الاحوال الشخصيه، ومن هنا للاسف اتت بعد شهرين هذه الاحصائيه. فعامل الجائحه عامل مهم جدا، كذلك الاحصائيات دوما تقاس بالنسب وليس بالارقام، قضيه 65,000 مقارنه ب 100,000 او 200,000، لانه نعرف انه عدد السكان يزود في كل سنه تقريبا يقارب 3 الى 5%، وهذا يعني معروف حتى عالميا، لا يتم قياس حالات صكوك الطلاق وعقود النكاح بطريقه المعروفه لدينا. طبعا في ثلاث طرق اساسيه لعلنا يمكن نساهم ايضا في تعديل الراي العام الموجود. اول طريقه طيب هي الطريقه التقليديه اللي عدد المتزوجون في نفس السنه في تقسيم عدد يعني الذين مطلقين. نعم. وبالتالي هذه الطريقه فيها اشكاليات كبيره، لانه في كثير من القضايا تدخل في السنه الجديده، ايضا كذلك من يطلق الطلقه الواحده يمكن ان يعاوض زوجته، وبالتالي لم يصدر نظام الاحوال الشخصيه الا 43 العام الماضي اللي يمنع انك يعني بعد الطلاق وتسجيلها رسميا يجب ان يتم عليها اجراءات الاحوال المدنيه، وبالتالي هذه الطريقه طريقه اشكاليتها اشكاليه كبيره، فضلا عن انك تجي في بعض الصحف اللي تحلل من موقع وزاره العدل بالشهر، تقول في شهر 7 في 8 زادت نقصت. الطريقه الاخرى طبعا وهي طريقه الالف اللي معروف في الالف كم، وطريقه وزاره الصحه كم نسبه المواليد، كم نسبه وفيات الرضع وغيرها، وايضا عندنا في الطلاق اللي كم نسبه المتزوجين، وهذه ايضا عيبها ان تاخذ المتزوج وغير المتزوج مع تحت ال 15. الطريقه اللي نوعا ما جيده هي قضيه اللي يسمونها كرود ديفورس ريت، اللي هو انه فقط المراه اللي تكون فوق ال 15 كم نسبه اللي يتزوجن، هذه يمكن الطريقه. طبعا افضل طريقه هي طريقه الكوهورت اللي هي تقريبا كل 10 سنوات متى تزوجوا، وبعد 10 سنوات يتم تقييم العشر سنوات كلها، وبالتالي يؤخذ الافرج. في النهايه يعني بشكل علمي انه الاحصائيات اللي لدينا واللي نشرت مؤخرا هي مضلله وغير دقيقه، لكن اجزم وهذه يعني لا اقدر اجزم، لكن يعني من خلال واقع دراسه عملتها في وزاره العدل من عام 29 الى 35 تقريبا نسبه الطلاق ما بين 18 الى 22. الان تقريبا في السعوديه اتوقع ما بين 20 الى 25، بمعنى تقريبا كل 10 حالات زواج فيها حالتين الى ثلاث طلاق، وهذا يتوافق مع النسب الخليجيه والعربيه وحتى يمكن اقل من الدوليه بعد اللي تصل الى اربعه ثلاثه. طبعا يجب ان نعرف دكتور، دكتور هذه مهمه، معلش خلينا ناخذها بزاويه ثانيه. يعني البعض بطريقه تناول احيانا لبعض القضايا السعوديه، خلينا نتكلم قضايانا، يجي الطلاق عشان والله الانفتاح اللي عنده ما شلون زاد حالات طلاق. لا ما يعني هذه نتكلم احنا عن الاحصائيات حتى الرسميه، وتحدثت حتى يمكن حتى بتوضيح انه هذه يعني ما كانت معلومه دقيقه في مساله يعني انه وصلنا للارتفاع